هذه الآليات تعمل على حد وتسوية وصب الطرق في مقاطعتي 2 و3/10 في منطقة أبو تشير الثانية. فريق الجهد الخدمي والهندسي أعلن رفع 300 تجاوز متنوع عن محرمات الخدمات وأراضي المواطنين للعمل على إيصال الخدمات المتنوعة إلى المنطقة التي باشر الأهالي ببناء أراضيهم بعد دخول الفريق إليها. إزالة تقريباً بحدود 65% من هذه المناطق، وحددنا بنفس الوقت طبيعة أو وجه الأرض اللي كانت هي أصلاً موزعة للمواطنين حتى تستطيع دوائر الطابو والدوائر البلدية من فرز القطع وتسليمها إلى أهلها، وثم القيام بعمليات البناء وتخفيف الزخم السكاني. دائرة بلدية الرشيد التي تقع المنطقة ضمن رقعتها الجغرافية بيّنت المضي بإنشاء مجسر حيوي يربط منطقتي أبو تشير الأولى والثانية بطريق بغداد كربلاء القديم، فضلاً عن التنسيق مع دوائر التسجيل والتصاميم لتصفير الأراضي وإعادة الإفراز لتوزيعها على أصحابها الأصليين، فيما أكدت دائرة كهرباء الكرخ مد خطوط جديدة لضمان وصول التيار الكهربائي بشكل منتظم للمواطنين. إزالة عدد كبير من المشيدات العشوائية التي كانت تعيق إفرازات بعض المقاطع ضمن تسلسلات 7000 وحالياً 3000، فتح طرق ضمن الأزقة والشوارع الرئيسية لغرض خدمة الساكنين وتسهيل أعمال البناء، يتزامن ذلك مع توجيه بتمديد خطوط ماء بمد كابل جوي 33 كيلو فولت من محطة التراث لتغذية محطة الصحة. زين، هذا العمل يخفف عن المناطق بصورة صحيحة، وبالإضافة إلى تشغيل المحطة الثانوية في محطة الصحة وتخفيف الأحمال الموجودة في محطة الصحة ومنطقة التراث. من منطقة تصنف معدومة وغير مخدومة إلى آليات تعمل في مختلف الاتجاهات، منطقة أبو تشير الثانية تشهد جهداً استثنائياً على صعيد تقديم الخدمات في البنى التحتية والأساسية والارتكازية، فضلاً عن الخدمات الفوقية. من منطقة أبو تشير الثانية جنوبي العاصمة بغداد، زيد الطائي، قناة العراقية الإخبارية.